كان حكيما منذ تلقى طلبات الترشيح، جعل الانتخابات درسا ونموذجا رائعا، قدمت الكنيسة حسن النية، اختارت من يصلون الكنيسة والوطن، اختارت من يقدمون المحبة الخالصة للجميع. لم يكن غريبا أن يتم تسمية البابا الجديد في عيد الحب، لأنه يفتح صفحة جديدة كلها حب. في الفترة الانتقالية حافظ الأنبا بخوميوس على هدوء الأوضاع، لم يرشح نفسه لكرسي البابوية رغم إلحاح الكثيرين عليه، لم يستغل مكانته ليبقى، عالج كل شيء بحكمة وثقة وروحانية واقتدار. قدمت الكنيسة بقيادة الأنبا بخوميوس انتخابات رائعة تجنب فيها متاهات كثيرة، فلا ينبغي أن ننساه، فإنه قائد كبير ضرب مثلا رائعا على تداول السلطة. اعذروني يا أحبائي إن كنت قد أطلت عليكم، لأن الكلام كثير عن حكمة وحنكة روحانية نيافة الأنبا بخوميوس. ختاما باسمي وباسم مجمع رهبان دير السريان العامر، نهنئ بكل الحب حضر صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بثقة الشعب واختيار السماء لقداسته، كما نهنئ صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس باليوبيل الذهبي لرهبنته. راجين لهما ولكل الآباء الحاضرين العمر الطويل المديد والخدمة المثمرة في خدمة الكنيسة المقدسة، عمود الحق وقاعدته، بيت الله، لإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. بس حنوزة بس تقديم الهدايا لأصحاب القداسة والنيافة أنبا طودروس والأنبا بخوميوس. كانت رهبا مع نيابة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس، بس الحقيقة اتصلنا به ما عرفناش نوصل، فبرضه نحييه برضه حتى هو. لا يفوتنا أن نذكر أن نيافة الأنبا بخوميوس يراوده دايما ويدفعه إلى كثير من العمل خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم. وحينما اختار قداسة المتنيح البابا شنودة الثالث نيافته ليكون مقررا للجنة الرعاية والخدمة، فقد
تبنت هذه اللجنة 20 لجنة فرعية تقريبا في المجمع المقدس، ومن أمثلتها خدمة السجون وخدمة المسنين وخدمة المتغربين وخدمة الرجاء للمرضى، خدمة بيوت الضيافة لحالات الخاصة، خدمة الراجعين إلى الإيمان، خدمة التنمية الاقتصادية، خدمة السجون والمسنين والمتغربين والمرضى، كل نوع من هذه، خدمة المشردين وإسكان الحالات الخاصة، خدمة الكهنة وعائلاتهم. يطول بنا الوقت إذا ذكرنا كل هذه اللجان تحت ملخص الذين ليس لهم أحد يذكرهم. لذلك في هذه اللجان عمل كثير من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومن ضمن الذين عملوا في هذه اللجان شخصية موسوعية في تقديم الفكر والكلام، وهو أسقف الشباب، أسقف عام الشباب نيافة الأنبا موسى، فليتفضل. الحقيقة أنا أشكر ربنا أنه خلاني عصرت ثلاث جواهر ورا بعض، كل جوهرة سلمت للتانية. الجوهرة الأولى طبعا هي سيدنا البابا شنودة اللي هو باعث النهضة الكنسية المعاصرة، واللي كلنا أولاده، كلنا تلاميذه، كلنا تربينا على أيديه من وإحنا صغيرين، واللي روحه حاضرة معانا في هذا اللقاء وبترفرف فوقينا ونحييه مرة تانية. سيدنا البابا شنودة كان الجوهرة الكنسية اللي نشرت الإيمان والتعليم والعقيدة، وقدمت أجيال من الرهبان، أجيال من الكهنة، عدد ضخم الأسافة، كنائس في كل أنحاء العالم. بنسميه كاروز المهجر، ولا شك إن هو كاروز المهجر، نشر الكنيسة الإبتدائية في كل أنحاء العالم، وهو كمان اللي كان له عمل مسكوني ضخم مع الكنائس في كل أنحاء العالم، واللي هو كمان له عمل وطني جبار كلنا بنشهد له وكل العالم بيشهد له. دي كانت الجوهرة الأولى. الجميل إن الروح القدس. مشاهدينا نتابع معكم من داخل دير السوريان العامر، نشاهد مع حضراتكم الآن حفل العيد 50 مدارس الأحد لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والذي شغل منصب قائم المقام في مرحلة هي الأصعب في تاريخ الكنيسة، وقد اجتاز هذه المرحلة بسلام، وقد شعرنا معه بمنتهى الحب، منتهى الرعاية، منتهى الأبوة. ها اليوم الأباء وعلى رأسهم قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني يعبرون عن حبهم الشديد لهذا المطران العظيم الذي بالتأكيد سيتحدث عنه التاريخ، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنتهى الحب وبمنتهى الوفاء لما قدمه وبذله من خدمة ولازال يقدم ويعطي. نتابع معكم كلمات الأباء الأساقفة وكلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب، ونتابع معكم هذا الاحتفال، تابعونا. ومرة جاء عندنا بني سويف عشان يخدم
وهو لسه سمير خير، وبعد كده راح الكويت وكان زي ما سيدنا قال اول واحد يطلع يخدم. واول ما بقى ابونا انطونيوس هو عنده روح كرازيه عجيبه جدا جدا، فابتدى ينطلق الى خدمه افريقيا والى خدمه السودان. ولمنكم يروح السودان يلاقي بابا خوميوس هناك، هناك هناك في قلوبهم وفكرهم، كل سودانية يهبوه كله كله كله. ولما بيجوا مصر هم وولادهم وأحفادهم يجوا للأنبا بخوميوس في البحيرة وراه، في مارينا وراه، أي حتة، لأنه بيحبوه مش ناسين خدمته. خدم ككارز، ودي موهبة عند أنبا بخوميوس، لقطها سيدنا البابا بقى بشطرته، فراح رسمه على الخمس مدن الغربية يحييها من الموت وأحياها، وخلاه يخدم في البحيرة بمنطقة واسعة جدا 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 اللي هي ما البلاد الصغيرة والقرى الصغيرة، تن وراهم بخدمة عجيبة، لأن سيدنا الأنبا بخوميس بنعمة ربنا عنده موهبة الكرازة، عنده موهبة الإدارة. صح صح. طب سأقوله كل العالم مش مصر ولا العرب، كل العالم. لسه واحد قايل لي اسقف يوناني قال يا يونان اتعلموا من الانبا بخوميوس تديروا الكنيسه ازاي. ادار المرحله الانتقاليه بكفاءه جميله جدا جدا، منتهى المحبه والروحانيه والتواضع والوضوح والموضوعيه والحزم كله على بعضه، ده عند انبا بخوميوس. وقدر بنعمه ربنا على راي انبا مكاريوس الاسقف العام في المنيا قال نقدر نسميه بطرك بدون رقم، لانه جه بين 117 و118. فحقيقي ربنا استخدمه ان يدير المرحله دي اداره جباره. وصبع زي ما قال لكم انبا متاوس الاهرام كذبت، شكرا انبا بخوميوس، اهلا انبا بخوميوس، يعني كله كان فرحان بطريقته في إدارة سواء المجمع المقدس أو الكنيسة أو الأقباط، كله أحبه وكله أطاعه وكله يعني فرح بعمله الموضوعي الروحي. طبعا أنبا بخوميوس بالشطارة دي كلها ما يعديش عليه بقى إن هو يدور يمين وشمال، حط عينه على واحد اسمه أبونا سيودور، راهب صغير كده، عينه عليه. وطبعا أنا متابع من بعيد، يعني أنا صعجوز بقى، فأنا متابع من بعيد، متابع أبونا سيودور، متابع لما اختاروا أنبا بخوميوس إنه يبقى الأنبا تواضروس الأسقف العام جوهرة رقم 3، وكل السلسال ده ورا بعضه روح قدس واحد شغال في 3. أنبا تواضروس خدم مع أنبا بخوميوس بأمانة شديدة، ومش عارف أقول إيه، يعني روح الابتكار والإبداع والتجديد وحب الخدمة والبساطة الشديدة والاتساع الجبار في قلبه والمحبة للجميع، خدم بهدوء شديد. ما كانش فيه فرصة أضواء إعلامية ولا كان بيفكر في الموضوع، وساعة ما كانوا عمالين يرشحوا ويعملوا أدور على أنبا تواضروس ده فين ولا هنا خالص، أتاري قاعد لوحده كان شان كده وبيقول له رب هو عايز إيه، فربنا قال عايزك أنت، وجات الجوهرة الثالثة سيدنا البابا تواضروس. أنا سيدنا فرحانين ماشي، العالم كله عايز يحيي أنبا بخوميوس، وطلبوا مني ناس كتير في المهجر يا سيدنا ان احنا نعمل احتفال كبير تكريما لهذا الرجل اللي حسدونا عليه لان ما عندهمش زي نيافة أنبا بخوميوس اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. فرحتنا ان من غير
قصد بشري، هو قصد إلهي، سلم الجوهرة الثانية للجوهرة الثالثة، وأنبا تادروس واخد من روح أنبا بخوميوس، ودي حاجة تفرح الكنيسة كلها. فرحت يا سيدنا البابا قلوب المسلمين قبل المسيحيين، وأنا بتكلم لأن أنا ساعات ليا حبايب مسلمين كتير كلهم بعتولي وقالوا لي مش ممكن البابا الجديد بتاعكم، وعرفوا ان كنيستنا زي ما بيقولوا كنيسة ولادة. قال لك ده بعد أنبا شنودة هيبقى في مفيش حد ولا ايه، واتخانقوا ولا ايه؟ لا، أنبا بخوميس أدار إدارة عظيمة، وأنبا تودروس كان ثمرة هذه الإدارة. سيدنا انتوا التلاتة نوارة الكنيسة، البابا شنودة والأنبا بخوميس وحاليا البابا تودروس الثاني. قلتلكم ان يافة الأنبا موسى موسوعة الفكر والكلام، ربنا يخليه للكنيسة هو كمان يافة الأنبا موسى. طبعا بعضكم جاي من سفر، فاحنا قدامنا كلمتين دلوقتي، كلمة التتويج لهذا الاحتفال من قداسة البابا تودروس الثاني، ربنا يطول عمره ويخليه، وكلمة المحبة الفياضة من يافة الأنبا بخوميوس في ختام الاحتفال. فبعد إذنكم نستمع إلى كلمة خليفة القديس ماري مرقس الرسول وتاج الكنيسة كلها. بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد آمين. الحقيقة أنا سعيد جدا أن تكون بداية هذه الأيام بكل ما فيها من أمور جديدة بالنسبة لي، يعني تكون بهذا الاحتفال الرهباني اللي يجمعنا كلنا على مائدة واحدة، وفي هذه المناسبة مرور 50 سنة اليوبيل الذهبي لرهبانة أبينا الحبيب نيافة الأنبا بخوميس. والحقيقة أنا لما بص للأنبا بخوميس بنعتبره عندنا في البحيرة إن هو نعمة خاصة أهداها قداسة البابا شنودة في بداية حبريته وبداية خدمته، وأهداها للبحيرة. زي ما حضراتكم تعرفوا أن البحيرة كانت جزء من الغربية، لكن لما جه نيافة الأنبا بخوميوس جعل البحيرة حاجة تانية خالص. عايز أذكر لكم قصة من قصص التاريخ. فعشية رسامة نيافة الأنبا بخوميوس سيدنا المتنيح البابا الأنبا شنودة قال عليه كان يحق أن يكون هذا هو البابا على الراهب أنطونيوس السورياني، لولا أن سنين الرهبنة بتاعته كانت أقل من 15 سنة. فدي شهادة زي ما ذكر نيافة أنبا موسى إنها شهادة من قداسة البابا المتنيح. ولما نحب نقول مين هو الأنبا بخوميوس، يعني عشان نوصفه، أنا بشوف 3 صفات مهمة خالص. أنبا بخوميوس أب، أنبا بخوميوس قلب، وأنبا بخوميوس حضن. أنبا بخوميوس أب روح الأبوة. واسمحوا لي أيها الأباء الأعزاء والأحباء أن أهم شيء في كنيستنا وفي خدمتنا وفي نجاحنا وفي إرضاء الله الذي أعطانا هذه النعم أن تظهر روح الأبوة في كنيستنا جيدا. روح الأبوة مش بنتعلمها لا في كليات ولا في مدارس. ممكن واحد يتعلم في كلية وياخد تخصص ويتقدم يبقى حاجة كبيرة خالص،
وممكن يكون مدير في أي عمل، لكن روح الأبوة هي الاحتياج الشديد جدا في كل رعيتنا وكل خدمتنا. أنبا بخوميوس أب بالحقيقة، يمارس الأبوة ويعيش الأبوة ويقدم هذه الأبوة ويمنحها لكل من يتعامل معه. والأبوة ده هي أغلى شيء في حياتنا كلنا. يعني الناس ممكن أكون شاطر في أي حاجة، ممكن أكون شاطر في أي عمل حتى عمل كنسي، لكن إن فقدت روح الأبوة أو إن غابت روح الأبوة لا يبقى شيء بعد ذلك. ويبقى ينطبق على الإنسان العبارة المذكورة في سفر الرؤية: عندي عليك أن لك اسم وأنك حي وأنت ميت. فروح الأبوة هي المؤهل الأول لنا كلنا في حياتنا وخدمتنا في الكنيسة. وعشان كده بيسموا المسؤول الأول في الكنيسة بابا، بمعنى أن إذا ما كانش يعيش بهذه الروح وهذه الروح تمتد وتنتشر وتصل إلى كل إنسان، يبقى هي مسؤولية إدارية وخلاص وملهاش أي معنى أمام السماء. أنبا بخوميوس أب، وإحنا في البحيرة نشعر بهذه الأبوة، تشعر بيها مع الطفل الصغير ومع الإنسان الكبير. حتى في البحيرة الأطفال يسموه بابا، يسموه بابا، ويمكن بعضكم قابلوا مع الأطفال وهو بيلعب وياهم وحاجة زي كده. الأمر الثاني في نيافة أنبا بخوميوس هو أنه قلب، وقلبي يعني عنده أصل، أصيل أصيل كنسيا. ودينا شفنا في المراحل اللي فاتت، في الخطوات اللي فاتت، أصيل في محبته، أصيل في خدمته، بيعمل كل عمل بقلبه، مش بيعمل الأعمال مجرد صورة خارجية، عمل بالحقيقة يضع فيه كل قلبه. وحكاية أنه قلب وفي هذه الأصالة الخدمة الأصيلة، الخدمة الحقيقية، الخدمة التي ترضي الله. وده واضح في كل الخدمات زي ما ذكر نيافة الأنبا بشوي في رجال الرعاية، يبحث عن الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، بيدور على كل إنسان، يلتهب جدا لما يسمع أن في إنسان في مشكلة أو في ضيقة أو في شدة أو في خطورة أمامه في أي صورة من الصور. هو قلب. وطبعا كلنا عايشين في هذه البرية التي تسمى برية شديد ميزان القلوب، فالقلب هو الذي سوف نقدمه أمام الله بما يحمله من الأعمال التي صنعناها على هذه الأرض. قلب، وده اللي ظهر في الشهور القليلة اللي فاتت، وده اللي احنا بنشعره في خدمة البحيرة وفي اتساعها الكبير. أنا فاكر ساعة الثورة، ثورة 25 يناير، أنبا بخوميوس بيتعود يروح شمال أفريقيا ليبيا، فسافر بعد عيد الميلاد بأربع خمس أيام، وهو هناك قامت الثورة واستمر، وبقى خايف على الإبرشية وخايف على الكنيسة هنا في مصر والكنيسة هناك في ليبيا والأجواء المتوترة ده هي، وجه في فترات حظر التجول وغامر بهذه المغامرة. وأيضا في السنة اللي بعدها اللي هي 2012، هو أب وهو قلب، وأيضا هو حضن. حضن بمعنى أنه ملجأ. عندك أي مشكلة بأي صورة بأي طريقة في أي مكان لأي إنسان، يمكن أن تلجأ له وتجده حصن أمان في أوقات وفي أزمان الضيقات. حضن. والكنيسة أيضا محتاجة هذا الحضن، هذا الاتساع. احنا في مصر هنا كأقباط وكمسيحيين بصفة عامة نحتاج هذا الحضن المتسع، ونحتاج لتأكيد الشهادة من أجل المسيح بهذا الحضن المتسع لكل أحد. أما إذا الإنسان ابتدى يفرز الناس
وابتدى يقول ده ينفع وده ما ينفعش وده له مكان وده ملوش مكان، يبقى الثقه في انه حب تنتفي عنه. اب وقلب وحب، وهذه يا اخوتي كلها فضائل تنبع من البريه. كل ما الانسان بيعيش في هذه البريه ويتمتع بالحياه الرهبانيه وبفكر الاباء في حياته، تنمو في حياه الابوه، وتنمو في حياته انه يعمل ويخدم بقلبه، وينمو فيه ايضا هذا الحب المتسع. انا الحقيقه مع كلمات الاباء الاحباء نيافه الانبا بشوي ونيافه الانبا متاوس ونيافه الانبا موسى، ومع المشاعر الطيبه اللي احنا بنحملها جميعا لابينا الحبيب نيافه الانبا بخوميوس، لكن انا جوايا مشاعر الحقيقه فياضه خالص تجاه هذا الاحتفال بالمنيل الذهبي لرهبانته. سيدنا أنبا بخوميوس دايما يحكي لنا على تلمسته بالمتنيح البابا كيرلس، وحتى كتير يقلده، يقلد البابا كيرلس في بعض الكلمات، ويحكي عن تلمسته زي ما ذكر الأباء الأحباء للبابا شنودة، ونشعر كده أن التلمسة الحقيقية مازال مسار يمتد في كنيستنا، وده يقول لنا كلنا ان كنيستنا بخير. سيدنا الحبيب بنقول لنيافتك كل سنه ونيافتك طيب، يبويل ذهبي ونيافتك وسطنا، فرحانين بنيافتك وبخبرتك وبمشورتك وبصورتك وبخدمتك وبعملك وبروح الحكمه اللي احنا لمسناها في ليس بس في الشهور القليلة اللي مضت، ولكن أيضا عبر سنوات وسنوات في مواقف كثيرة سواء في البحيرة أو خارج البحيرة. كل سنة ونيافتك طيب دايما. دايما نيافة الأنبا بخوميوس كان بيفكرنا بسنة اليوبيل، واليوبيل الحقيقي هو كل 50 سنة، فلما بنقول اليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي، الحقيقة كلمة اليوبيل نيافة الأنبا بخوميوس نشر فيها مقال في مجلة الكرازة اللي رئيس تحريرها المتنيح قداس البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات، واحنا هنكون سعداء جدا ان احنا نسمع لمن اهتم باعلان اهمية اليوبيل في السنة 50 بالذات لكلمته في هذه المناسبة. مجرد يوبيل حي بيتكلم في وسطينا، ربنا يطول عمره، ونحتفل بيوبيل 50 سنة تاني، يبقى اسمه اليوبيل الثاني. يعني البعض بيسميهم بقى الفضي والذهبي والماسي والحاجات من دي، لكن انا عايز ادعي له ان يبقى نحتفل بيوبيل الثاني ب50 سنة كمان ان شاء الله. الواقع انا حسيت يعني انا ما استاهلش الحكايه دي كلها، يعني احنا ناس غلابه. احنا رهبان بسطاء وحبينا ربنا وجينا البريه علشان نعيش مختفين كل ايامنا، لكن ربنا بقى ليه اراده يعني ينظر الى المسكين ويرفع الفقير من المزبلة، فهو ربنا بقى عملها معانا واحنا غير مستحقين. انا الحقيقة ما استاهلش الكلمات اللي اباء الاحباء تكلموا بيها
نيافة حبيبنا الأنبا بشوي، نيافة حبيبنا الأنبا متاؤس، نيافة حبيبنا الأنبا موسى، ثم قداسة أبينا أبي الآباء رئيس رؤساء كهنتنا قداسة البابا طوادروس الثاني. الحقيقة أنا ما استحقش الكلام كل اللي اتقال، لكن ده بيبين لي محبة الآباء، وأنا بأشعر أن سر قوة الكنيسة هو يربط في الطلبة اللي دايما بنصليها بعد حلول الروح القدس في السرائر الإلهية: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا. أنا بشعر أن أهم عمل نقوم به، زي ما كنت دايما بقول لإخواتي في المجمع، سلام الكنيسة، وحدانية القلب، دي أهم شيء نسعى إليه من أجل العبور بالكنيسة في المرحلة اللي احنا موجودين فيها. الحقيقة أنا بشكر نيافة أبي الحبيب الأنبا متاؤس وإخواتي الآباء رهبان دير الشريان، محبة ما استحقهاش. وعاوز أقول لكم أن محبة سيدنا أبا متاؤس ومحبة الأبهات بتخلينا أحب رب الدير وما أحبش أتأخر عنه. وعاوز أقول لكم من أكثر النعم اللي يتمتع بيها الراهب في أي موقع أسير أسقف، يعني أحسن حاجة تريحه أن يحب ديره. أنا أينما أذهب مفتاح ليت الدير معايا في الشنطة، وأي قرار أخذه بنعمة المسيح أبقى أقول الدير بتاعي أحضانه مفتوحة وأنا سعيد بديري، وأحس أن الليلة ببيتها في الدير دي ليلة ممتعة جدا، أنام فيها كويس وأصلي فيها كويس وبيني وبينكم أكل فيها كويس. فمحبة الدير دي نعمة كبيرة أنا بعتز بيها، وبشكر نيافة الأنبا متاؤس والأبهات في الدير، محبتهم وترحيبهم ده بيخلي الإنسان يحب الدير أكتر وأكتر. سنة اليوبيل زي ما نيافة الأنبا بشوي فكرنا هي تحمل أربع معاني لها عمق. اليوبيل في سفر اللاويين يعني الفرح، ويعني التوبة، ويعني الحرية، ويعني الإيمان. واللي يتأمل في سنة اليوبيل زي ما كانت في سفر اللاويين مليئة بالتأملات، لكن دايما أنا لما أتكلم عن اليوبيل أتكلم عن التوبة وعن الفرح وعن الإيمان وعن الحرية أو الفكاك. عشان كده هو دايما فكر اليوبيل اللي هو يشير إلى سنة الرب المقبولة، هو سنة الرب المقبولة تتكلم عن سيد المسيح، سنة الرب المقبولة المسيح النهاردة هي سنة الرب. نعيش مع المسيح، نحن نعيش سنة اليوبيل، حياة سنة الرب المقبولة، نبقى فرحانين بالمسيح. عشان كده رسالتنا ان احنا نقدم فكر اليوبيل يعيشوا في التوبة، يعيشوا متحررين من خطايا العالم، يعيشوا حياة الإيمان. في ذهن حاجة، لكن عاوز اقول تأثرنا في جيلنا في رهبانتنا بالبابا كيرلس السادس، تأثرنا بسيدنا البابا شنودة، تأثرنا بأنبا توفيرس. سيدنا أنبا توفيرس، أنبا توفيرس ده مدرسة، اللي عاوز يتعلم منه يقدر يتعلم منه فضائل كتير. ونذكر يعني أبهات كتير اللي يحب يتعلم منهم يتعلم حاجات كتير. ممكن يكون لهم مظهر بسيط في شيء من الغرابة في سطحيته، لكن لما كنا نقعد معاهم كنا نتعلم منهم حاجات كثيرة، وما يفوتنيش الفرصة ان انا اذكرهم. انا كنت بتعلم كتير من يافة الأنبا مصائيل، كانت رهبنا سوا،
هو كان أصغر مني في السن، لكن كنت أتعلم منه حاجات كتير. وديت الحياة في الدير، الحياة الدائرية المرتبطة بمحبة الرهبان لبعض، تخلي الدير سما على الأرض، سما على الأرض. اتعلمنا في الدير دروس كتيرة على الحياة النسكية والمزامير والتسوية والحاجات دي. اتعلمنا في الدير ازاي الانسان يموت عن الارادة، ليس له ارادة شخصية. الموت عن الارادة الشخصية زي ما قال أغسطينوس: جلست على قمة العالم عندما وجدت نفسي لا اخاف شيئا ولا اشتهي شيئا. احسن مدرسة تعلم هذا الزهد الدير، حياة الدائرية. اتعلمنا في الدير حياة الإيمان، درس ده خدكم سيدنا البابا شنودة، ان هل نقدر نعيش بالإيمان في كل شيء. واذكر ان مرة كان بعت وانا علمان يعني في ناس قالوا لي ده، في ناس بيقولوا مش عارف النظام والإدارة ومش عارف إيه، لكن أنا بصدق بأمانة اللي ربنا عمله ده ترجمة ما تم يوم نقل جبل المقطم. جبل المقطم ما تنقلش بشطارة القديس معالي الدباغة، هو اتنقل صحيح كان تقي، لكن أصوام الشعب وصلواته هي التي صنعت كل شيء. وعلشان كده أنا بقول إحنا كأباء ربنا اتمنى على الكنيسة المنهج الوحيد، الملجأ الوحيد لحل مشكلتنا إن إحنا نصوم ونصلي، نموت عن كل إرادة، ليس لنا هدف إلا مجد المسيح، وهو ده هو اللي على رجائه إحنا عايشين. أنا بطلب من ربنا أن يبارك دير السريان ويبارك كل الأديرة، يبارك الأديرة. ونفسي أقول حاجة، عاوزين نرجع زي ما سيدنا البابا بيوصينا، عاوزين نرجع بالدائرية إلى الأربعينيات والخمسينيات، هندوق حلاوة الرهبان. أنا بقول كده مش كلام أنسى، بقول كل عيشة في الدائرية في الأربعينيات والخمسينيات كل الرهبان المسيح بنحي بالنفوس الكنيسة بتاعتنا كل يوم من أعظم إلى أعظم إلى أعظم. كثيرة أبونا أبينا الحبيب البابا طبطرس الثاني النعمة لربنا أعطاها له من أجلنا عشان يخدمنا، نيافة الأنبا طبطرس من هو شاب صغير متميز جداً في العمل الروحي، في التجديد، في الإحساس بالمسؤولية، في الانتشار، في الالتزام، في فضائل كتيرة. عندي إحساس أن ربنا اختاره بواسطة صلواتكم وأصوامكم معروف. وحتى في ناس بيقولوا لي أنتوا كنتوا فين؟ إحنا ما نحبش الأضواء، وكنا نحب نبعد خالص سواء هو أو أنا، لكن ربنا اهو بينفخ صورته في الناس الغلابه. فيعني
فربنا فالحقيقة نيابة الأنبا طاودروس يتمتع بفضائل كثيرة، ومحب متضع قلبه مفتوح لكل زلة. هو كان بيقول لي ان انا حضن وقلبه ايه كمان اب اكتر مني وقلب اكتر مني وحضن اكتر مني، وبتعلم منه حاجات كتير. يكفي اقول لكم حاجة بامانة قدام ربنا، احنا هو خدم معايا وهو شاب صغير، وانا اخ يعني خدته من سيدنا أنبا توفيق، من سيدنا أنبا صربمون من سنة 90 تقريبا. لا أذكر في يوم من الأيام شهادة للمسيح، لا أذكر في يوم من الأيام اختلفنا في فكر قاعدة أو شيء في الخدمة. كل اللي قل عليه أقول له عليه، أنا يقول لي نعم ابونا يروح لابونا سيقدر، طب يحترق وبعد كده اروح بجو نفس اجابتي ده بدون اتفاق. القلب الذي عشان كده كان في الخدمة باسم الصليب عليه بينطلق في كل الإبرشية، بيركز في منطقة كينج ماريوت لأنها كانت عاوزة شغل كتير قوي. فالحقيقة أثبت جدارة ونجاح من الصحراء بقيت جنة، واللي يفوت على النهاردة على حضنات بالكمبيوتر وحاجات فخمة قوي أنا ما كنتش أعرفها فيها خالص. لما بروح كده ده الحكاية دي في الصحراء جبتوها منين يا ولاد؟ يقولوا علمها وعلمها لنا ابونا طاودروس. عشان كده اختيار ربنا لنيابة الأنبا طاودروس هيكون بركة كبيرة جدا جدا جدا، ونتوقع مستقبل باهر للكنيسة. بس قلبنا معاه، نصلي من أجله ونحس ان احنا كلنا صف واحد، ونقول له بفكر واحد وحدانية القلب الذي للمحبة فلتتأصل فينا. لا يفوتني ان اشكر نيابة الأنبا متاوس، نيابة الأنبا صربون، نيابة الأنبا إسيزيروس، نيابة الأنبا كورولوس، بقية أباء البراري والأديرة لهم فضل علينا كبير ما ننساهوش لما نروح. نمني بسكم استيات كيني ما نبنو تنديد بفتقرو جنو اسرو نسران ميشنون بين ما انسيونيني نيكون انتف سبيون نو قاجي تيرو صابس شرف قيم كوليم دوه بارسو سرية كان نو بيناني بول كنو ايرين قدام نيشتين ناي كريه ليس كيري افلوك اسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استميتان يكون ايبول قمبيس امين بخريستوس بنوتي امين السشوم. يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكك في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا واعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الرب ومع روحك ايضا الى منتهى العون. And then
مبهورين بما قدمه نيافة الأنبا بخوميوس، فبالتأكيد قداستك يعني كان بالنسبة لقداستك إن ده شيء عادي وكنت متعود عليه من نيافة الأنبا بخوميوس. يا ريت نيافة الأنبا بخوميوس قامة كبيرة في الكنيسة القبطية وخدمته خدمة أكثر من رائعة، والله أعطاه في برشية البحيرة على وجه التحديد محبة كبيرة من كل شعبه، الصغير قبل الكبير. والحقيقة خدمته ومجالاتها واتساعاتها والعمل العظيم اللي بيعمله روح الله عليه نيافة الأنبا محل العظيمة أصيلة في كل مكان. في كل مرة بنحتفل احتفال دايما يعلمنا ويقول كده، نبتدي الاحتفال بقداس ونقدم فيه توبة ونقدم فيه شكر، ثم نقدم فيه اشتياقاتنا لربنا علشان يحققها ويانا. فالحقيقة هو مدرسة كبيرة، احنا بنفرح انها موجودة في الكنيسة القبطية. هذه المدرسة قد عطاء شهد له العالم اجمع، فكيف نستثمر هذا العطاء في الفتره القادمه في ظل وجود قداستك على كرسي ماري ماركوس الرسول؟ نيافه الانبا بخوميوس هو مدرسه كبيره، ومش ممكن احنا كنيسه كاباء اسقفه وكأب بابا جديد في هذه الكنيسة ان احنا نستغنى عن خبرته وعن محبته. هو انبا بخوميوس ما بيحبش المناصب، حبش المناصب ابدا، واضح ان قداستك كنت كده طبعا. وعدم محبته للمناصب مخلاه مبتعد عن كل شيء، لكن هو مستعد انه يقدم كل شيء ويقدم الخبره بامانه خالصه. ويمكن تفتكره في الحوار التلفزيوني لما سالته المذيعه، ولو جه بابا تاني هتعمل ايه انت؟ فقال هقعد عند رجليه، خلى المذيعه مبهوره. وبعدين هي كملت السؤال وقالت افرض كان اصغر من كنيسة، لكن للترتيب الكنسي والادميات زي اللي بنتعلمها في الدين. انبا بخوميوس نعمه من نعم ربنا الكبيره الموجوده في جيلنا وفي عصرنا ده. في شخصيه انبا بخوميوس اتجمعت شخصيه البابا كيرولوس وشخصيه البابا شنوده وشخصيه نيافه المتنيح الانبا ساوفيروس رئيس الدير ومتنيح الانبا طويل. الشخصيه او الاربع قامات دي كلها اتجمعت شخصيه هذا الانسان العظيم. احنا بنشعر يا سيدنا اذا كان الله اعطانا قداستك دعوه من صلواتنا ومن اصوامنا، فهو برضو من اجل الانبا بخوميوس الراجل العظيم. واحنا قلنا اول ما قداستك الاسم اعلن قلنا اليوم صار الابن ابا لابيه. حاجه صعبه. حيوان